لا انا لعبت قمار بس كان في اسباب نفسيه بتدفعني اني العب، لان كنت عايز انسى حاجات. من يوم انا عمري ما كنت العب قمار، من بعد ما ماتت اختي اسمهان ومريت بظروف قاسيه جدا ومحن، وبعدين جالي قلبي وتعبت، بقيت حياتي كاني عايش ليوم واحد، ما اعرفش كنت عايش لبكره او لا. فتلاقيني مش عارف اعمل ايه، فعايز اتسلى. ايه اللي بينسيني؟ اللعب. لما بروح العب بنسى.